السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نبدأ التحدث عن درس المفاتيح. مراجعة لدرس المفاتيح، نقوم بذكر وظيفة المفتاح. المفتاح له وظيفة، وهي فتح وإغلاق الدارة الكهربائية كما تعرفنا سابقا. إذن وظيفة المفتاح فتح وإغلاق الدارة الكهربائية. سوف ننظر إلى حالتين من حالات هذا المفتاح. عندما يكون المفتاح مفتوح، ننظر إلى الدارة الكهربائية أمامنا، المصباح لا يضيء فيها. إذن عندما يكون المفتاح مفتوح لا يضيء المصباح، وتسمى دارة كهربائية مفتوحة. أما عندما يكون المفتاح مغلق، ننظر إلى الشكل، يضيء المصباح وتسمى دارة كهربائية مغلقة. والآن سوف نتعرف على أشكال المفاتيح. المفاتيح أشكال عدة، نذكر منها: واحد، مفتاح الحاسوب. اثنين، مفتاح اللمس. مفتاح الضغط ومفتاح المصباح ومفتاح التدريج. انظر عزيزي الطالب إلى كتاب الطالب صفحة 31 لرؤية هذه المفاتيح: مفتاح الحاسوب، مفتاح اللمس، مفتاح الضغط، مفتاح المصباح، و5 مفتاح التدريج. يوجد مفتاح الحاسوب داخل جهاز الحاسوب، مفتاح اللمس نراه في الأجهزة الخلوية، مفتاح الضغط عند الضغط على جرس البيت، مفتاح المصباح يوجد في كل مكان داخل الغرف الصفية وفي البيت، مفتاح التدريج ونراه على أجهزة الكهربائية مثل الغسالات. أين يمكن أن أجد كل من هذه المفاتيح؟ كما ذكرنا سابقا، مفتاح الحاسوب يمكن أن أجده في الحاسوب في مختبر الحاسوب، مفتاح اللمس داخل الأجهزة الخلوية، مفتاح الضغط على باب أبواب المنازل، ومفتاح المصباح داخل الغرف الصفية والغرف المنزلية، مفتاح التدريج على الأجهزة الإلكترونية الكهربائية مثل الغسالات. سؤال 3، يصلح استخدام مفتاح الضغط لجرس الباب في حين لا يصلح لمصابيح الإنارة في البيت، لماذا؟ مفتاح الضغط للجرس يكون عمله مؤقت، أما مفتاح المصابيح فيكون عمله بشكل متواصل، وهذا هو سبب استخدام مفتاح الضغط للجرس وعدم استخدامه للمصابيح. 4، كيف يتم استخدام المفاتيح في ترشيد استهلاك الكهرباء في مدرستي وبيتي؟ طبعا هذا السؤال يعود إليك عزيزي الطالب في الإجابة عنه، ونذكر أهم الملاحظات على هذا الموضوع في عدم ترك مفاتيح المنزل مفتوحة والأضوية عند الخروج من المنزل، وعدم ترك
وعدم ترك مصباح الغرفة الصفية مضاء عند الخروج إلى الساحة الخارجية. يمكن ترشيد استهلاك الكهرباء في مدرستي وبيتي عن طريق الوعي والاهتمام بهذه الكهرباء والمحافظة عليها. يستخدم المفتاح لفتح الدارة الكهربائية أو إغلاقها.